أخي المواطن أختي المواطنة، سيقوم مندوبو التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 اعتباراً من 16/9/2017 ولغاية 31/10/2017 بتنفيذ المرحلة الثانية من الفعاليات الميدانية للتعداد، وتتمثل هذه المرحلة في حصر وترقيم المباني والوحدات السكنية والمنشآت، وكذلك استيفاء استمارة المباني والوحدات السكنية والمنشآت في دولة فلسطين من خلال وضع أرقام باستخدام قلم شمعي أزرق على مداخل المباني والوحدات السكنية وقلم شمعي أحمر على مداخل المنشآت، وكذلك تسليم كل أسرة استبيان تذكيري بهدف التحضير لاستقبال موظف التعداد خلال مرحلة عد السكان معا وسويا لنبني الوطن، مع تحيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.